السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حاب أشرح لكم طريقة استعادة الصور المحذوفة أو بعد الفورمات. الطريقة بسيطة جدا وما يحتاج لها أي تطبيق. طبعا ندخل على ماي فايل أو ملفاتي. في حالة أنه ما في عندك في الجهاز ما يدعم ماي فايل أو ملفاتي، تقدر تستخدم أي تطبيق فايل إكسبلورر أو متصفح ملفات موجود في المتجر. بعد ما ندخل نختار All أو الجميع الكل، نختار الذاكرة الداخلية. راح تظهر لنا المجلدات. في المجلد اللي هو هذا المجلد خاص بتحميل الصور اللي تتصور عن طريق الكاميرا. ندخل عليه، راح نحصل فيه مجموعة مجلدات، احتمال اثنين أو أكثر. نضغط على زيارة على زرار الأوبشن اللي جنب زر الهوم ونختار سيتنج أو إعدادات. نأشر صح على Show Hidden File. نرجع باك، ظهر معنا مجلد جديد. ندخل على المجلد الجديد، راح نلقى جميع الصور اللي فقدناها أو 90% منها، نقدر نستعيدها. أو في حالة إننا بنبيع الجهاز، مهم جدا إننا ندخل على الملفات هذه ونحذفها كاملة بحيث إنه ما أحد يقدر يستعيدها بعد ما يشتري الجهاز. كده يكون انتهى الشرح. أتمنى إنه يكون واضح. شكرا للمتابعة.